قرعه عصبه الابطال. احسن حاجه يمكن لك تتمناها ولا تسناها هي قرعه عصبه الابطال، لان المباريات اللي كيكونوا فيها اكثر تشويق واكثر متعه. في البدايه السلام عليكم الاخوان، عواشر مبروكه، رمضان مبارك سعيد على الجميع. قرعه ديال اليوم عطتنا مباريات رائعه جدا باستثناء مباراه واحده اللي يمكن تكون اقل اضواء واقل متعه في هذه المباريات باربعه. بالنسبه للمباراه الاولى او المباريات غنعطيهم لك باربعه، وغادي نعطيو الشق الشمال والشق اليمين وشكون اللي يقدر يوصل للفينال. بالنسبه للشق اولا بالنسبه للمباريات بعدا، المباراه الاولى هي ارسنال بايرن ميونخ، المباراه الثانيه مانشستر سيتي ريال مدريد، المباراه الثالثه اتلتيكو مدريد روسيا دورتموند، والمواجهه الرابعه اللي هي برشلونه باريس سان جيرمان. هذه هي المواجهات اللي عطاتنا القرعه ديال اليوم. اما بالنسبه لشكون او للشق الايسر، يعني المباريات اللي غادي يتواجهوا بيناتهم حتى يوصلوا للفينال، والشق الايمن المباريات اللي بيناتهم واللي غادي يوصلوا حتى للفينال. بالنسبه للشق الايسر فيه بروسيا دورتموند، اتلتيكو مدريد، البارسا وباريس سان جيرمان. اما بالنسبه للشق الايمن ففيه ريال مدريد باريس سان جيرمان، ريال مدريد مانشستر سيتي، ارسنال والبايرن ميونخ. بالنسبه للشق الايسر غادي تعطينا واحده من المفاجات اللي ما كانش كينتظرها المتتبع او جمهور كره القدم خاصه هذه السنه هذه، لان واحد في هذه الربعه اللي ما كانش مرشح بتاتا سيرتو المستوى ديال هذا الموسم، كنهضرنا على هذا الموسم ما كان حتى شي واحد في هذه الفرق الاربعه انه غادي يدوز للفينال ديال العصبه ديال هذه السنه، ولكن هذا العام غادي نشوفوا واحد من هذه الربعه ان شاء الله الرحمن الرحيم في الفينال شئنا ان ابينا. علاش؟ لان المواجهات غادي تكون بيناتهم، الفائز من المواجهه ما بين البارسا وباريس سان جيرمان غادي يتلاقي مع الفائز ما بين بروسيا دورتموند واتلتيكو مدريد، الى واحد فيهم يعني الفائز من غادي يتلاقاو وغادي يوصل واحد فيهم للفينال. العكس جهه اليمنى اللي عطاتنا مواجهات ناريه، مواجهه كبيره، فرق اللي كانت مترشحه بالنسبه للاداء اللي كتقدم هذا الموسم، واحده فيهم تستحق تكون في النهايه اللي هي مانشستر سيتي، وعندك البايرن ميونخ، عندك ارسنال، عندك ريال مدريد، يعني هذه الفرق هذو اي واحد يقدر يقول لك مرشحين ويقدروا يوصلوا للفينال. غادي نمشيو التحليل ديال المباراه وحده وحده، وغادي نبداو مباراه ديال البايرن ميونخ ارسنال. هذه المواجهه اللي تكررت تقريبا سابقا بزاف ديال المباريات بزاف ديال المرات، ولكن كانت فيها التفوق لاصحاب البافاري او البايرن ميونخ دائما باكتساح بنتيجه كبيره. دائما كنلقاو 5-1 5-1 5-1 في اغلب المباريات. علاش؟ لان الارسنال ماشي هو الارسنال ديال دابا، ارسنال كان مستوى ضعيف، كان مستوى متذبذب. ارسنال رغم انه كيقدم واحد النتائج كبيره ما كيوصلش المستوى ديال البافاري والبايرن ميونخ العملاق الالماني اللي كان معروف انه فريق كبير في عصبه الابطال، رغم انه كتخونوا النتائج في اخر المطاف اما في النصف النهائي او في النهائي، ولكن كيبقى دائما البافاري او البايرن ميونخ كيأدي بشكل رائع في عصبه الابطال، خاصه في دور المجموعات وفي الادوار اللي تليها. صحيح انه ما ربحش بزاف ديال المرات في عصبه الابطال، ولكن كيبقى عنده تاريخ، عنده تجربه كبيره في العصبه. اما بالنسبه لارسنال فيمكن هذا الموسم هذا غتكون مواجهه كبيره، لان ارسنال بالتشكيل ديالو بالرسم والخطه التكتيكيه اللي كيعمل بها ارتيتا اللي غادي تكون مواجهه ناريه في مستوى رائع، خاصه المواجهه كما قلت ما بين ارتيتا وما بين توخيل، غتكون هذه المواجهه اللي كتعاود تقريبا شفناها بزاف المرات في الدوري الانجليزي، مواجهه كبيره. هذه هي المواجهه اللي كنظن انها غتكون الامتع والاروع في هذه المباريات باربعه. هذه المواجهه فيها بزاف ديال الاسماء، كاسماء كاينه مثلا في البايرن ميونخ كاين هاري كين، كاين ساني، كاين كوريتسكا، الفونسو ديفيز، كاين مجموعه الاسماء اللي هي رائعه وكبيره. اصلا بالنسبه للارسنال كاين ساكا، كاين مارتينيلي، كاين بزاف ديال اللاعبين اللي هما غادي يعطيو واللي غادي تكون على ارض الملعب مواجهه كما قلنا ممتعه رائعه ناريه، اللي غادي تقدر تكون هي الامتع والاروع ما بين الاربعه اللي عندنا في ربع النهائي. اما بالنسبه للمواجهه الثانيه غادي نتكلموا على اقل مواجهه امتاعا، اقل مواجهه متابعه جماهيريه، هي صحيح ان بروسيا دورتموند والاتلتيكو مدريد. اتلتيكو مدريد شفنا كيفاش ادى امام الانتر ميلانو، مباراة رائعة، تأهل على حساب الانتر، يعني الانتر اليوم كيأدي بشكل رائع في كالتشيو، شفنا الانتر عنده تشكيلة رائعة، شفنا الانتر الموسم اللي داز وصل حتى للفينال، يعني واخا ما كانش مرشح فوق العادة باش يوصل للنهائي ديال عصبة الأبطال، ولكن هذه السنة رغم أنه كيأدي بشكل كبير وقف في الحلق ديالو الآن الأتلتيكو مدريد اللي وصل اليوم وغادي يلعب اللي وصل اليوم للربع النهائي وغادي يلعب المباراة ضد بروسيا دورتموند، فالأتلتيكو مدريد حتى هو بقيادة سيميوني عنده تشكيلة رائعة، منظومة تكتيكية جميلة، كيأدي المباريات بشكل رائع، يمكن لك تفرج فيهم وانت مستمتع، خاصة
خاصه في المباريات الكبيره كيحضر الاتلتيكو مدريد بقياده كريزمان اللي كيتالق هذا الموسم مع الاتلتيكو مدريد. بروسيا دورتموند حتى هي في هذا اللقاء غادي تكون واجده، اللي يمكن هذه المباراه تقريبا تكاف او كما قلنا رغم انها غتكون واحد قله من المتابعه الجماهيريه، الا ان بروسيا دورتموند ما ننساش انها دات بشكل رائع هذا الموسم خاصه في دور المجموعات، وتاهلت هي راس المجموعه يعني هي الاولى في الترتيب ديال مجموعه دوري ابطال اوروبا، ولعبات في المجموعه ديالها فرق كبيره ومتساويه في المستوى بحال اسي ميلان بحال نيوكاسل بحال باريس سان جيرمان يعني، وطلعت هي الاولى. راه بروسيا دورتموند ماشي في هذاك الفريق السهل اللي كيتمنى اي فريق. هي صحيح ان قبل ما دار القرعه وكن مثلا سولنا الجماهير ولا المسؤولين ديال الفرق وقلنا لهم شنو هي الفرقه اللي يمكن لك تتمنى تواجه معها، غيقول لك بروسيا دورتموند لان هي اقل فرقه او اقل فريق يمكن يتمنى اي فريق يتواجه معه من الفرق الواجده دابا تكتيكيا. اما بالنسبه للمواجهه الثالثه فغنتكلموا على ريال مدريد مانشستر سيتي. هذه المباراه اللي تعودت لنا تقريبا من غرائب القرعه اللي تعودت لنا تقريبا هذا الموسم غادي تكون ثالث مواجهه كنشوفوها موسم وراء موسم، اللي شفناها الموسمين اللي داز وتقريبا كانت واحد الثار من جانب السيتي. الرياليين يمكن ما غيبغيوش هذه المواجهه لان كيتذكروا المواجهه ديال الاياب ديال العام اللي داز، فالسيتي تفوق بواحد النتيجه كاسحه 4-0 تفوق اداء ونتيجه على ارض الملعب. ريال مدريد ما قدرش يوصل للشبكه ديال اندرسون ديال مانشستر سيتي. شفنا السيتي كيفاش اكتسح ريال مدريد يعني بيب غوارديولا بالعقلانيه والطريقه كيفاش قرا ريال مدريد الموسم اللي داز، قطع عليه واحد النسبه بواحد المباراه اللي يمكن حتى شي ريال ما كيتمنى يتعاود يشوف هذه المباراه، لان ماشي غير الهزيمه فقط بل الهزيمه نكرا الطريقه باش خسر بها ريال مدريد مع السيتي، فطريقه اللي ما كيتمنى حتى شي مشجع ريالي يشوف هذه الطريقه باش خسر مع السيتي، لان بيب غوارديولا كيف ما قلنا عرف كيفاش يلعب على نقاط القوه ونقاط الضعف وكبح القوه ديال ريال مدريد ويستغل نقاط الضعف ديالو، داكشي اللي دار في المواجهه ديال الاياب. هو صحيح ان كارلو انشيلوتي حتى هو كيتسمى من المدربين الكبار، شفنا ان العناصر لدى ريال مدريد ولا السيتي غادي يتواجهوا وغيستانسوا باللقاء، لان هذا اللقاء غيكون اقل شحون ما بين الفريقين، لان الفريقين كما قلنا لا الفريق السيتي ولا ريال مدريد عرفوا الملاعب بجوج، عرفوا البرنابيو وعرفوا ملعب الاتحاد، عرفوا الجماهير، عرف التاكتيك مثلا بيب غوارديولا ولا كارلو انشيلوتي، عرفوا الفرق استانسوا بهم، عرفوا الاجواء اللي كاينه، عرفوا الشخصيه ديال اللاعبين في الملعب، يعني ما غتكونش ديك المواجهه اللي كيخاف كل واحد من واحد، غتكون مواجهه اللي غادي تعطينا فرجه متعه ان شاء الله، وداكشي اللي غنتمنوا. اما بالنسبه للمواجهه الاخيره غنتكلموا على فريق برشلونه، والمواجهه غنتكلموا اما بالنسبه للمواجهه الاخيره غنتكلموا على مواجهه برشلونه باريس سان جيرمان. مواجهه اللي هي كبيره جدا، هي المواجهه المعروفه بالريمونتادا الكبيره في تاريخ عصبه الابطال الاوروبيه بعد ما رجع فيها برشلونه ب6-1 تفوق على باريس سان جيرمان. هذه هي المواجهه المعروفه واللي خلات واحد التاريخ في عصبه الابطال، لكن كاين اختلاف كبير ما بين ذاك وانا واليوم. اليوم شيء اخر، لا بالنسبه للفرق لا بالنسبه لفريق برشلونه ولا بالنسبه لفريق باريس سان جيرمان. برشلونه يعاني، برشلونه يمكن يحقق المفاجاه، يمكن يوصل حتى للفينال هذا العام، فشيء غير غريب عليه، لان منين وصل لهذه المباراه هذه ديال الثمانيه ديال الربع النهائي، وخاصه بالنسبه لهذه القرعه اللي عطاتنا الشق الايسر اللي يقدر البارسا ينازل فيها ان شاء الله في النصف النهائي الا مشات تربح على باريس سان جيرمان، غينازل اما بروسيا دورتموند او اتلتيكو مدريد، فماشي بعيد اننا نشوفوا برشلونه في النهائي. تشافي صراحه يحسب له بزاف ديال الحوايج داروا مع البارسا هذا العام، طلع ابناء لاماسيا اللي غادي يرفعوا الاسهم ديال فريق البارسا، وصل بالفريق برشلونه الربع النهائي اللي هذه سنوات ما وصلهاش، ربح باللا ليغا العام اللي داز اللي حتى هي سنوات ما ربحاش بها برشلونه. يعني تشافي رغم ان المستوى ديالو رغم ان بعض النتائج اللي صحيح انه كاينه اخطاء تكتيكيه كاينه نتائج سلبيه كاينه هفوات كبيره فريق برشلونه اللي خصها تتحسن في المنظومه ديال البرشا، ولكن كيبقى تشافي انه مدرب كبير، مدرب اللي عطى رغم انه مازال في بدايه المسيره ديالو، فكنتمنى التوفيق لفريق برشلونه وجماهير فريق برشلونه بالتاهل امام باريس سان جيرمان. باريس سان جيرمان كي عنده حتى هو من الحظوظ ديالو باش يفوز بهذا البارسا، صحيح انه على الورق هو المرشح باش يربح فريق برشلونه في ظل كما قلنا الظروف اللي كيعيش البارسا. باريس سان جيرمان كيتوفر على مبابي، كيتوفر على مجموعه من العناصر بينهم عثمان ديمبيلي اللاعب ديال البارسا اللي انتقل باريس سان جيرمان مؤخرا وخا ما بصمش على شي مستوى كبير، مسجل يلاه هدف واحد. لويس انريكي المدرب ديال باريس سان جيرمان كان لاعب ديال فريق برشلونه، كان كيدرب فريق برشلونه، ولكن كيبقى المواجهه
فهي كتبقى في الملعب، كيبقى كيفاش غيديرها كل مدرب، كيفاش كيشوفها كل مدرب، كيفاش كيلعب كل مدرب، وغيحضر للمباراه ويلعب على نقاط القوه ونقاط الضعف ديال كل فريق، كيفاش غادي يجهز للماتش. يعني هادشي كامل كيدخل في المنظومه التكتيكيه ديال كل فريق، كيفاش غادي يلعب المباراه. المواجهه صحيح صعيبه ولكن كتبقى فيها كل احتمالات وارده. انا بالنسبه ليا كنرشح فريق برشلونه مع الى بقى الصحوه ديالو كيف ما شفناه مع نابولي ومع النتائج الاخيره، ففريق برشلونه اكيد الخوت نتوما غادي تجيكم شي شويه مفاجاه وغاتجيكم ربما انحياز فريق برشلونه، ولكن فريق برشلونه نثقوا بيا كنتوقع انه غادي يكون في النهايه هذا الموسم، رغم من الصعوبات اللي كاينه، رغم كل العراقيل اللي موجوده، رغم الاصابات اللي كيعاني منها فريق برشلونه هذا الموسم. نتوما الاخوان كيفاش شفتوا القرعه ديال اليوم؟ كيفاش جاتكم القرعه؟ شنو هي المواجهه اللي كتشوفوا وكتمنوا انها تلعب اليوم قبل غدا باش تمتعوا بالفرجه ديالها؟ ما تنساوش دعموني بلايك سبسكرايب جيم، تشيروا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم. ان شاء الله.